القوى الحرية والتغيير المجلس العسكري في أن هذا الباب مفتوح هنالك. هم يتهمون. جميل، هذا المسمى جديد يعني. نعم، قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري. لا، المجلس المركزي. من المجلس المسؤول عن المجلس، انا قلت المجلس العسكري، فقلت ان هناك يعني مصطلح جديد. اسف على هذا الخطا. ولكن انا اقصد المجلس المركزي، يعني عندما عقدوا اجتماعهم وهم الان هذا المكون الجديد الذين يسمون نفسهم الميثاق الوطني، يقولون بان هناك اربع مكونات فقط هي من تسيطر على الحاضنه السياسيه، وهم من يمثلون يحاولون ان يمثلون الحريه والتغيير. وهذا امر غير دقيق وغير صحيح، لان الذين وقعوا على وثيقه الحريه والتغيير في السابق والتي شاهدناها ما يتجاوز 40 مكون، ولكن محاولة ليع على الحقيقة. وأنا في بداية حديثي تحدثت عن أنه كل هذا المشهد الذي خلق التعقيد في المرحلة الأخيرة هي المحاولة الإنقلابية. والآن هذا الفعل الذي شاهدناه وهذا الاعتصام، يعني هو محاولة خلق غطاء سياسي لبعض العسكريين من أجل القيام بانقلاب أبيض. ماذا يعني والغريب في الأمر، يعني حتى أيام الثورة، أيام الاعتصام وما بعد فض الاعتصام، حاول كثير من الثوار أن يوصلوا رسائلهم إلى مجلس الوزراء، لم يسمح لهم. لكن هؤلاء الذين نزلوا الشارع